ده مين ده اللي بيخبط؟ اسماعيل! ازيك يا بابا؟ وحشتني يا بابا الحب. الحمد لله اني شفتك يا ابني، الحمد لله انك في حضني دلوقتي. تعال تعال. ازيك يا بابا، عامل ايه؟ انت عارف ان انا ما شفتكش من اكتر من سنة وزيادة. ايوه يا بابا، انا اصلي ما كنتش عايز اجيلك الا لما اكون ناجح ومحقق نفسي، والحمد لله ربنا كرمني اخر كرم. خد يا بابا الهدية دي. يا سيبك من الهدية دي دلوقتي. اسيبني منها ايه؟ ما انت خدتها يا بابا. قولي انت لسه راجع من لبنان؟ نوفي، رجعت النهاردة الصبح على المينا في اسكندرية، ومن اسكندرية على هنا عليك على طول يا بابا. مين يا معلم؟ ايه ده؟ ايه الصوت ده يا بابا؟ مين اللي هنا؟ ما انت ما تعرفش اخباري، بقالك فترة ما شفتنيش. لا، انا من النهاردة خلاص هتلاقيني جنبك، مش هسيبك ابدا. اسماعيل، الحمد لله على السلامة. ست زبيدة؟ ما هي دي المفاجأة اللي أنا كنت محضرها لك. زبيدة بقت مراتي. اتجوزت يابا؟ عقبالك يا إسماعيل.